الأسواق العالمية مع السيد داس. وأتحدث عن الأسواق العالمية مع السيد سركيس تشوباريان المحلل الأول لأسواق المال العالمية في مجموعة إكويتي. أهلا بك سيد سركيس معي في الجلسة الأولى. بداية كل عام وأنت بخير. الداو تخطى مستويات 35,000 نقطة لأول مرة في تاريخه، مكاسب جيدة نراها في الأسواق الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، رغم أنه لا تزال المخاوف فيما يتعلق بالسلالات المتحورة، ربما المخاوف من التضخم من أن يشكل عرق قيل على مسيرة النمو في الاقتصادات العالمية ومنها الأمريكية. كيف نرى الأسواق في هذه المرحلة، مرحلة صدور النتائج والزخم الكبير التي تشهده شركات مثل شركات التكنولوجيا؟ كل عام وأنتم بخير وجميع المشاهدين بألف خير. وبالفعل شهدنا ارتفاعات كبيرة في مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الفترة الماضية، ترافقت مع صدور بيانات من شركات ونتائج أعمال كانت بإجماليها إيجابية جدا. الاتجاهات الصاعدة من الممكن أن تستمر خلال الفترة المقبلة، لكن هنالك بعض الملاحظات عن المخاطر التي قد ترتبط مع استمرارية هذا الارتفاع. بشكل عام نحن هذا الأسبوع منتظر صدور نتائج أعمال عدة شركات أمريكية، من أهمها شركات كبرى التكنولوجيا، في عنا فيسبوك، كذلك عنا أمازون ومايكروسوفت وألفابت. هذه الشركات من المتوقع أن تكون نتائج أعمالها أفضل بمقارنة الربع الثاني من عام 2020، لكن لو نظرنا إلى التوقعات بالنسبة لاستمرارية نمو أرباح هذه الشركات، فيجب أن تصدر نتائج أعمال أقوى مما هو متوقع بالنسبة لهذه الشركات الكبرى التي تمثل أكثر من 24% من مؤشر ستاندرد أند بور، وتمثل الجزء الأكبر أيضا من مؤشر ناسداك الذي ارتفع لمستويات قياسية. فمن مع احتمال الاستمرارية في الاتجاه الصاعد، لكن سينظر المتداولون هذه المرة ليس فقط إلى نتائج أعمال الربع الثاني الماضي من هذه السنة لكبرى الشركات، بل سيتم النظر إلى التوقعات المستقبلية لهذه الشركات، لأننا كما نعلم هنالك بعض المخاطر المرتبطة بانتشار سلالات فيروس كورونا المستجد، وكذلك هنالك بعض من المتداولين الذين يراقبون احتمالية أن يقوم أو يعتقدون بأن الفدرالي قد يقوم بتقليص سياسات التحفيز الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سنكون مع نتائج أعمال وأيضا صدور هذه التوقعات بالنسبة لكبرى الشركات لتدعيم هذا الاستمرار في الاتجاهات الصاعدة. طيب سيد سركيس، إذا ما نظرنا إلى عوائد السندات الأمريكية كمؤشر ربما لمدى مخاوف المستثمرين في هذه المرحلة، وكما يعني عهدناها في السنة ونصف الماضية منذ بدء هذه الجائحة، نرى أنه عادت العوائد لترتفع من المستويات المتدنية التي كانت وصلت إليها 1.13، عادت لترتفع إلى تقريبا 1.28. يعني ربما هناك عزوف عن المخاوف إن صح التعبير. هل هذا ربما سيعكسه أيضا ما سيقوله الفيدرالي في هذا الاجتماع المقبل، وربما نعود لنرى مستويات 1.4 على العوائد؟ بالفعل الآن المتداولون في انتظار اجتماع الفدرالي الأمريكي وقراره اللي راح يصدر يوم الأربعاء المقبل. أغلب التوقعات تشير إلى أن الفدرالي يجب أن يبدأ بالإشارة بشكل أكثر وضوحا عن متى سوف يبدأ بتقليص برامج شراء الأصول والمتنوعة والبالغة حوالي 120 مليار دولار كحد أدنى شهري. ويعتقد أغلبية المتداولون، وأعتقد شخصيا بأن الفدرالي يجب أن يحدد بالفعل كيف سوف يبدأ بخفض برنامج الأصول. هنالك موضوع مهم وهي التوقعات بأن يبقي الفدرالي على أسعار الفائدة متدنية، لكن مع توقعات رفعها مرتين خلال عام 2023. بالتالي إذا كان الفدرالي يريد أن يبدأ بتقليص برامج شراء الأصول، فيجب أن يبدأ في وقت قريب، ربما في الربع الرابع من هذه السنة. وبالتالي سياسات التشديد نوعا ما وتقليص برامج شراء الأصول قد تكون داعمة نوعا ما لبعض الارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، لكن هنالك ملاحظة بارتباط عوائد السندات والثقة. فعندما ترتفع عوائد السندات في الوقت الحالي، فربما سنشهد بعض الزيادة على الطلب على السندات، لكن في نفس الوقت يفضل المستثمرون التوجه للأصول ذات العائد المرتفع والمتغير
التي تتسم ببعض المخاطرة، هذا في ظل توقعات أن نشهد هذا الأسبوع أيضا نتائج للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على ارتفاع مقارنة بالربع الأول من 6.4 إلى 8.5%. هذا يعني بأن المتداولين ينظرون حاليا إلى تسارع وتيرة النمو الاقتصادي، ومع تأكيدات الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم قد لا يستمر لفترة طويلة، وأيضا هنالك بعض المخاوف من فيروس كورونا الذي بدأ ينتشر مرة أخرى في العالم، هذا قد يجعل الفيدرالي يؤجل هذه البيانات تقليص برامج شراء الأصول. دعني أستوقفك عند هذه النقطة. هذه البيانات الاقتصادية الإيجابية المرتقب صدورها هذه الأسبوع، هل ربما ستزيد من احتمالية أو من توقعات المستثمرين لمستويات تضخم مرتفعة، وبالتالي ستنعكس على هذه العوائد النومينال ييلدز التي نراها الآن، وبالتالي ستكون هذه الارتفاعات هي فقط احتساب للإنفليشن بريميوم؟ نعم، هنالك متضادان اثنان ما بين نظرة الفيدرالي الأمريكي وصناع السياسة النقدية بالنسبة لمستويات التضخم. فكما نعلم ارتفع التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك إلى 5.4%. الفيدرالي يرى توقعات بأن يستمر التضخم مرتفع لبعض الوقت وسوف يعود للانخفاض، لكن المتداولون في الأسواق المالية والعديد من الاقتصاديون يرون بأن هنالك احتمالية بأنه حتى لو بقي التضخم مرتفع منخفض أو ينخفض خلال الفترة المقبلة، إلا أنه سيبقى مرتفعا المستويات المعتادة حول 2% تقريبا، وهذا ما قد يجعل هنالك حاجة لمزيد من الارتفاع في عوائد السندات، مما قد يؤثر إيجابا. البيانات الاقتصادية التي صدرت خلال الفترة الماضية وتحديدا الأسبوع الماضي بالفعل تشير إلى استمرارية في نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن أيضا تدل على أن النمو السريع جدا الذي شاهدناه خلال الأشهر الماضية بدأ يظهر بعض التباطؤ القليل. لا أتكلم عن تباطؤ وتوقف النمو، لكن عن النمو السريع تباطأ قليلا، وهذا قد يدعو أيضا إلى بعض التخفيف من التوتر في الأسواق المالية. سيد سركيس تشوباريان المحلل الأول للأسواق العالمية في مجموعة إكويتي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا اليوم.